يا باشا يا برنس يا معلم يا اسطى يا ابن الايه انت على راسك ريشه ولا ايه؟ هربانة منه دي كوسة بالمشمش حط في بطنك بطيخة سيكي ممكن تكونوا فاكرين ان سهل قوي تبدأوا علاقة مع اي واحدة امريكية او ان كل الامريكيين بيتكلموا انجليزي او ان شاب زي احتمال كبير انه يكون جاسوس أنا عايز أأكد للفلسطينيين أنتوا مش لوحدكم ده حقيقي من نقود الحكومة الأمريكية بتدعم إسرائيل وبتنصح الفلسطينيين وده بدون شك مشكلة كبيرة